سي ليا كنعرفها السي البنت مو نافق كبير. لا تغلطات ليا مع واحد السيده كتغني الحسن واش جايبني يطلع عليا ولا شنو؟ تنطلع عليك اسانسور انت الله يهديك خويا راه ما كنعرفكش علاش كتضحك عليا انت انا ما عرفتكش لا حيت قلت الاداب لا بغيت نضحك فين هو المشكل لا واصاحبي هاد البنت والله الا عيقتي لا بصح بالله حتى نعيق انا واش شمريض ولا مالك كيفاش غنعيق اصاحبي انت جالس من الصباح انت كتدخل وتخرج عليا في الهضره شويه جيب لي هاد العيبه هادي ما فهمتش شنو هاد العيبه كندوي على هاد النبته هادي ما دويتش عليك انت مرا كتعاطى مع مرا راه حشومه صاحبي وانا كندوي على انا مرا ما تعاطيتش صاحبي انا كندوي على النبته واش هذا فنان ما فهمتش انا شنو النزال اللي عندكم انا والله تندمت تلاقيتكم واش من نزال واش شمريض بوكس هذا واش شمريش من نزال يكون بين الراجل والاستاذه مسكينه لا ما عرفتش انا شنو دخلك انت معاها ما فهمتش كيفاش جايبك البنج كضيف مفاجاه ما فهمتش اش غادي تخسر لي هادشي لا انا هو الضيف وهي هي المفاجاه ملي غادي تبغي تختار الضيوف ديالك عرف تحط المستويات مع بعضياتها ما تخلطش شعبان برمضان شي مريضه ولا ما تقشي فراسك انا راه تيق فراسك لا باش نسول واش انت تيق فراسك واش انت تيق فراسك بزاف وصافي البنج لا حبك اصاحبي خلينا نكملوا هذه الحلقه خويا البرنامج مستضيفني فيه ما علمتينيش شكون هو الضيف ولا جيب هاد الضيفه اش غنستافدوا من الضيفه هذه وانت اش غنستافدوا منك اختي انا هو اللي مدور البرنامج باش مدوره زي في حياتي الله يرحم لك الوالدين والله لا والله الا ميعتي ليا اقسم لك بالله لك ندوي لك حتى الحلقه ديالك مزيانه هذه القضيه هذه وسير حتى الحلقه وفهمتيني اللي وراك هذه الحلقه باش ديرها بحال ماك براد ما عندكش الحق تهضر معايا انت عندك الحق تهضر معايا بحال هكا البيرو هذا جمع راسك جمع راسك فهمتيني ما عندنا ما نديرو بهاد اللعيبات صافي سالينا ساره ديال ضيفنا حنايا في برنامجنا غادي يكون حاصل براد ما عندكش الحق تهضر معايا انت عندك الحق تهضر معايا بحال هكا البيرو هذا جمع راسك جمع راسك فهمتيني ما عندنا ما نديرو بهاد اللعيبات صافي سالينا ساره ديال ديرو بها عطيني التليفون ديالي خليني نخرج بحال هادشي من هاد البلاطو هذا علاش كضرب بلاطو علاش؟ علاش كضرب بلاطو؟ مراد لا علاش كضرب بلاطو؟ مراد لا علاش كضرب بلاطو؟ علاش هرس بلاطو؟ انا من قبيله وانا مبرد معك هادشي علاش؟ كان صحابك كضحك لا ولكن علاش 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 هرستي البلاطو دابا؟ محشومه عليك هرسنا البلاطو دابا انت ملي غنتحضر هاد المره نهز تليفوني وغتحبسني قبل منا اتصل بشي واحد كتعرفو في ليرجونس صافي حيط طفي هاد قولي فين غادي فين خطيح في المصيده باين عطيني تليفوني خليني ندور واش جيتي تلاج مع مرا عطيني تليفون علاش كتدفع اصاحبي علاش كتدفع علاش كتدفع علاش كتدفع اصاحبي علاش كتدفع ريح مرا ريح اصاحبي صافي ريح نمشي بقاي بعيده بميترون حيدي علاش ضربش كورونا مسافه الامان حيدي في حالاتك مراد اخر مره تعيط لي بحال هكا البنج اجي البنج تطلع مني اصاحبي البنج تطلق مني غير شي صالي يطلع الضيف ديالنا تعصب بزاف وحلف لك كمل البرنامج كان خاص ضروري مراد يقول لي بلي شارك معنا في برنامج طلعات وبلي كل شيء مفبرك باش نقيسوا درجات الصبر والتحمل ديالو والمسامحه مره اخرى